ارجع لحضرتكم مره تانية، وحوار مش الذكريات انما حوار ان احنا من الحاجات المحببه للقلب قوي ان احنا لسه بنستعيد القوى الناعمه المصريه بتاعتنا، قوتنا الناعمه المصريه، الاغنيه المصريه اللي خلت الحكي وخلت اللهجه المصريه تدخل كل بيت عربي، بقى احلى حكي احلى لهجه هي اللهجه المصريه. ده دخل منين؟ ده دخل بالاغنيه وباللحن وبالفيلم. حاول البعض وحاولوا كتير جدا جدا، ولكن كان في مصر بعض الشرفاء اللي بيتصدوا للمسألة دي بشكل وطني قوي بدون ما يزايدوا في الحكاية، من هؤلاء محسن جابر رجل الأعمال المصري وصاحب شركة عالم الفن، حرم كثيرا، دخل قضايا كتيرة جدا جدا، ولكن وضع يده على أهم التراث بجد. وكان في اتصالات امبارح اتكلمنا ازاي حصل على من ورثة السيدة أم كلثوم صاحبة العصمة زي مرياض السنباطي وأحمد رامي وكل العظماء دول شفناه امبارح. والحقيقة بقى يمتلك مكتبة غير عادية، وأيضا هو صاحب فضل على كثير من الأصوات التي أصبحت نجوم الآن، وقف معهم في بدايات حياتهم وأنتج لهم، وفيما يبدو كما يقولون كان يعني إيه وشه حلو، وأدم وأدم السعد عليهم فخد بإيدهم وكبروا. معرفش لما كبروا ايه العلاقه بينهم دلوقتي، انما ده اللي احنا توقفنا عنده امبارح. اهلا وسهلا، شرفتني. اهلا بيك يا استاذ سيد. الـ الشباب اللي انت اكتشفتهم والاصوات الجميله كبروا دلوقتي وبقوا نجوم وسوبر ستار وكده، طبعا كيف تبدو العلاقه بينكم الان؟ الحقيقه انا طول عمري العلاقه، حتى لو الفنان مش معايا في الشركه وخلص عقده ومشي، العلاقه هي علاقة أسرية وعلاقة حميمية جدا. يعني مثلا راغب علامة، عمرو دياب، يعني راغب علامة لسه مثلا أنا قابلته من حوالي شهرين، قابلته مصادفة في المطار، كان رايح السعودية وأنا كنت رايح فعلا السعودية قبل الحظر والحاجات دي. كان معايا ابني الصغير. انت حضرتك ما بتمشيش غير بولادك يا فندم؟ وهم بيحاولوا ياخدوا، لانه انا اتجوزت متاخر فهم ما لحقوش الفتره اللي ممكن ياخدوا فيها الخبره، فبيحاولوا يعني. لا بس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، ما شاء الله يخليك يعني. فبيحاولوا انهم يعني يعوضوا الفتره ساعات بيبقوا قاعدين قدام التلفزيون مثلا. انا فاكر مره عزيزه جلال بتغني، فبقول المشهد ده كان وساعة كذا 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 كذا، بحكي يعني مع نفسي كده ومع القاعدين معايا. فقالوا لي بابا هي دي بتاعتنا، فانا طبعا شوف يعني المسافة الفجوة ان هم حضروش ده، لانه فعلا هم جيل من سنة 2000، انا راجل من السبعينيات من السبعينيات، فطبعا فاتهم كتير جدا فبيحاولوا يلحقوا. فمثلا زي ما بقول لحضرتك راغب علامة، لقيت راغب علامة حطت ايده على محمد وقال كلام الحقيقة ما قالوش يعني، حتى واحنا بنشتغل ما قالوش، قال له باباك له فضل عليا، عمل معايا كذا وكذا. ده الراجل لما يبقى حد كبير لمدة ساعتين، لما يبقى حد كبير وبعدين في اللحظة دي يجي كده يعطي الحق لصاحبه يعني ويطبطب عليك ويقول لك متشكر انت وقفت جنبي، يعني كلنا بنبقى منتظرينها. اتعملت معاك دي كتير؟ الكبار حلوين، الناس الكبار، مش الكبار في القيمة، على الكبار في المعنى، في القلب. يعني يعني واحد زي رغب مش محتاج يقول ده، ومش محتاج يقول ده لابني. بس في حاجات كسرت الدنيا اتعملت، لما بيقول ده طبعا انت عملت له شيفتنج. يعني تجربتي مع رغب كانت تجربة كبيرة. الأغنية كانت ايه؟ أول أغنية ايه؟ مع رغب كانت سهروني الليل. وقلب عاشقها؟ لا دي كانت قبل، مش تبعي انا، عملت له سهروني الليل، نفسيني الدنيا. طب ليه؟ ثلاث طبعا الحاجات دي ثلاث البومات، بس ثلاث البومات لن ينساهم راغب، لان كمان انا حفرت فيه واحنا كمان يعني واحنا كمان مش فده مثلا على راغب علامة. عمرو دياب مش عارف اقول لك. طيب زمان انت بتكلمني وانا يمكن حضرت ده في النهايات، يعني انا حضرت في الاخر، كانت بيوت الفنانين الكبار ملتقى للصحفيين والاعلاميين والمفكرين والمبدعين والاسماء الكبيره في الطب وفي الهندسه، وتروح البيت بالليل تلاقي كده انت قاعد. يعني انا شفت محمد منير وهو صغير، وشفت سميره سعيد وهي صغيره، واحنا يمكن جيل شفتهم هم صغيرين قوي قاعدين في حضره الكبار بيتعلموا وبيسمعوا، كانت بمثابه صالونات. وانا شفت عبد الوهاب على فكره،
استاذ الكبير، هو يتصل بالتليفون بدار الهلال، وشفت ناس بيجوا عندنا الاهرام الفنانين كلهم احمد زكي وكل الكبار يقعدوا في مكاتب كبار الكتاب بيتعلموا صالونات. فين ده دلوقتي؟ مش موجود خالص. وده برضو بينعكس على جودة الاغنية. يعني حضرتك بتقوله ده بتفكرني انا وانا سني 21 سنة انا كنت صديق لمصطفى الكاتب الكبير مصطفى امين، استاذ انيس منصور، انا ذكرت الحلقة اللي فاتت الاستاذ موسى صبري. ده النهاردة علشان تقابل قمة زي دي تاخد لك 20 سنة عشان تعرف عليه. الصالونات اللي حضرتك اتكلمت عليها دي اثرت بالنسبه لي انا دي دي الحقيقه كانت احد الصالونات دي كانت احد الاسباب، والفنانين كانوا حريصين عليها، سعاد حسني، احمد زكي، علي الحجار، كلهم كانوا بيبقوا حريصين. انا شفتهم كلهم في الاهرام. طبعا طبعا، بس انا عايز اقول كمان الصالونات دي كانت بتخلي بتبني علاقات وبتخلي الاغنيه تنطلق براحتها. يعني انا لما اكون قاعد في صالون فايز احمد مثلا وفي الاستاذ انيس منصور وفي الاستاذ الوزير ماهر اباظه وفي انا بقول لك اسماء يعني تتوقع ايه لما تيجي هي تنزل اغنيه؟ سيبك محسن جابر، الناس دي هتعمل ايه؟ طبعا طبعا مش قلم الاستاذ انيس منصور طبعا هيكتب، وكان على طول طبعا وهكذا كتب وياما لما يكون الاستاذ فهمي عمر قاعد وحاضر واللحن بينشا هتتصور انه هيحصل ايه في الاذاعه؟ فانا كان ده حظي لان انا وانا سني صغير كده الاغنيه كان فيها تحس ان الاغنيه فيها صنعه كده وفيها سلطنه. ايوه، لان السلطنه اتوجدت في هذه الصالونات. الحرفيه في اللحن كمان، تعديلات اللحن ما هو بيحسها الملحن وانت بتقول الله وهو بيعمل بروفا طبعا طبعا فبيدوس عليها. ده كل ده مش موجود. يعني لما تيجي اقول دول بيعملوا المزيكا وبعدين الكلام وبعدين حطك مثال صغير كده قلت طيب علشان اولادي ارجع انزل لهم الاستوديو، فانزل الاستوديو ياخدوا خبره يعني. فاحد الفنانين المطربين قلت لهم انا بيركب صوت النهارده، طب انا هنزل. انا لما بنزل حقيقه بيحصل في الاستوديو بيحصل فيه شكل تاني. نزلت طبعا معايا مهندسين الصوت وبتاع، فين المطرب؟ المطرب لسه ما جاش. طب اطلبوه، طلبوه اصله نايم. نايم نايم. طيب ادوني مدام، خدت المدام. اصل كان في البيسين في الظهريه وجاله حاسس بضربه شمس. طب ما لغاش الاستوديو، طب ساب الناس دي كلها قاعده. ده التكوين بتاع الايام دي. تعال على العكس بقى، اتذكر واحنا بنعمل بتونس بيك فنانه كبيره فايزه ورده الجزائريه، وجه متاخر شويه صغيرين الموسيقار الصديق صلاح شرنوبي الملحن الاغنيه ملحن، فدخل فتح التوك باك، ورده كانت في الكنترول، فقال لها وروده وروده انا وصلت. ردتش، فافتكر ان هي ما سمعتش، فقام دايس تاني وروده انا موجود. قالت له خلاص عرفت، عبد الوهاب ما بيعملش معاه كده. كهرب الاستوديو، نو واي انه يتاخر دقيقه واحده. ده كان الفن. انا على عكس المثال اللي انا قلته لحضرتك. طبعا كان تاخير صلاح الشرنوبي انه كان بيعمل حديث على الهواء فالحديث طال بيه شويه. وقفته والصالونات اللي موجوده، انما عندي حاجات مهمه قوي. الملكيه الفكريه غدا، ويقال ان الشركات الكبيره زي حضراتكم احنا ممنوع احنا كقنوات نذيع اي حاجه حتى دقيقه او دقيقتين. يعني مثلا في ذكرى مثلا عيد الام، ست الحبايب يا حبيبه وكده، يعني ناخد بس المقطع الاولاني وكده، اقول لك لا ممنوع وكده يعني، والا تدفعوا تعملوا
حكايه الملكيه الفكريه عايزك حضرتك تشرحها عشان احنا كيف نستفيد، وفي نفس الوقت ازاي تساعدونا في ان احنا القنوات كتيره جدا جدا، مش بقول نزيع العمل انما ازاي نفرق، نقول لجي اجيال كتيره جدا جدا انها تعرف التراث بتاعها. بس بعد الفاصل من فضلك تابعوني بعد هذا الفاصل. ويقولوا حتى بيرم التونسي لما جه على فكره اسمه بيرم التونسي قال احلى زجل مصر وكده. فاحنا الاغنيه المصريه بتلخص كل الكلام ده كله، بتحط الخلاصه دي كلها واحد من رواد هذا الفن المحترم محسن جابر. قول لي بقى حكايه الملكيه الفكريه ايه؟ اشرح لنا باختصار ايه اللي ليكم وايه اللي عليكم؟ وهل ده بيؤدي الى ان انت احيانا بيعض بيرى انك بتتحكم قوي، تيجي مناسبات حتى ناخد دقيقه او دقيقتين ما نقدرش، ايه الحكايه بقى؟ شوف حضرتك، هو طبعا شركات الانتاج منتج بياخد بيعمل تنازل مع المؤلف الاول، مع الملحن، مع المطرب، بيروح يسجل، فبيبقى عنده الشريط الماستر. شريط الماستر ده بمجرد ما بيتذاع، بيتأتى حقين، حق خاص بالمنتج وحق خاص بالمؤلف والملحن. الاداء العالي بنسميه الاداء العالي، اللي هي بتحصله جمعيات المؤلفين والملحنين. كويس. طيب حق الاداء العلني بتحصله الجمعيه دوريا، بتيجي للمحطات بتاع بتتفق معاها بتحصل الاداء العلني. طب حق المصدر او حق المنتج، حق المنتج مهدر في معظم السنوات، مش السنوات، السنوات من قديم الزمان. يعني ليه؟ لان كان المنتج بيتصور لانه لما بيهدي الاغنيه بتاعته كاغنيه بيجي له دعايه من وراها انها بتنتشر، وبالتالي بيعود على شريط الكاسيت. شريط الكاسيت النهارده اختفى، فابتدى المنتج يدور على مصادر الايراد اللي ما كانش بيبص لها قبل كده. احد هذه مصادر الايراد هي الاذاعات، بانها التلفزيون والمواقع الالكترونيه وكده، اذاعات ان شاء الله في القطارات، ان شاء الله في الاتوبيسات، دي كلها انواع من انواع الايرادات. اذا المنتج ما تحصلش على هذه الايرادات مش هيقدر يكمل. بالظبط كده. ف بموجب كده، وده نص عليه القانون، هو المؤلف طبعا نص على هذه الحمايه. فابتدينا ان احنا نوجه الساده اصحاب الوسيله اللي هي الوسائل زي الراديو والتلفزيون، لان في حقوق اسمه حق المصدر، في منهم تفهموا وفي منهم ما بيتفهموش. اللي ما بيتفهموش بتضطر انك تعمل له اجراء، مش هو ده التارجت، لانك انت تعمل اجراء وتدخل محاكم وبتاع، انما بتضطر تعمل له اجراء عشان تحطه. عجبني اجراء ده، اللفظ المهذب، ماشي. طبعا العصر الحديث الاجراء ده بقى اسهل كتير، لانه على مواقع الانترنت زي اليوتيوب، فانت بتقدر تدخل تعمل له سترايك، تقفل له القناه، في حاجات كتيره حصلت. انما مش ده الهدف الاسمى في الموضوع. الهدف الاسمى لانه يحصل اتفاق مع شركات الانتاج. انا كمان عايز اتكلم، مش بس ان انا كمحسن جابر، انا رئيس اتحاد المنتجين، يعني انا رئيس جمعيه اتحاد منتجي الصوتيات. على مستوى مصر ولا العالم العربي؟ على مستوى مصر. مستوى مصر، اوكي. فكل المنتجين بيشتكوا، بيلاقي اغنيته مثلا بتتذاع في اذاعه كذا اف. والله انا مش شايف يا فندم. لا بس تزعلش مني، انا كل التراث اللي حضرتك بنتكلم فيه ده انا مش شايفه، ولا بسمع شادية، انا بسمع، عمري ما سمعت فايزه ولا شاديه ولا عليا ولا ورده، مش شايفهم يا فندم. فين؟ في القنوات المصريه يا فندم. القنوات المصريه اذاعيه ولا تلفزيونيه؟ الاثنين يا فندم. الاذاعيه، خلينا نقول انا بتكلم على التلفزيونيه مش شايفهم. طب خليني اشرح الاذاعيه وبعدين ندخل في التلفزيونيه. اتفضل. الاذاعيه جم في وقت من الاوقات اتحاد الاذاعه والتلفزيون قال يبقى في ثلاث قنوات، قناه هنديها لشركه كذا الخليجيه، وقناه هيتس هنديها لشركه كذا، وقناه نغم. قناه نغم اللي هي تبقى للعبد لله. تنغم ولا مزيكا؟ انت بتتكلم على الراديو. بتكلم على الراديو. الراديو ده من حوالي 5 سنين اتحاد الاذاعه والتلفزيون قال هنرخص اذاعات، فرخص ميجا وهيتس ونغم. المشاركه في المحتوى، احنا قدمنا لهم المكتبه وهم بيبثوا مقابل ان احنا ناخد ايراد. ده كلام كويس. للاسف توقفت الحاجات دي بقى لها سنه. ليه؟
انا عن نفسي طلعوني ان انا خسران في اذاعه نغم، طلعوا ان الاذاعه خسرانه لان هم اللي بيديروها، وبالتالي انا مفروض رغم ان انا اديت المحتوى بتاعي ان انا كمان ادفع نصيبي في الخساره. لا، ده اللي حصل، ده اللي حصل. طب وباقي الاثنين والقنوات الثانيه؟ القنوات الثانيه واحده منهم يعني انسحب المنتج بتاعها وبقت ملكة الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، والثلاثه في الوقت الحالي بتديرها قنوات النيل. بالمناسبة لانه القصة اللي انا بحكيها لحضرتك دي دخلت برضو، اضطريت ادخل يعني حامل ايه، اضطريت علشان احمل الخسارة دي ادخل محاكم. محكمة حكمت في الخبير ان انا استحق 15 مليون. ده انت ما شاء الله عندك فعلا من الخسارة كده 2.5 مليون دولار و15 مليون يعني. استاذ سيد، لما يجي اتحاد الاذاعه والتلفزيون يحط في القضيه دي بالذات يحط ارقام انا استحقها، ثم تحط شركه صوت القاهره ان المحطه نفسها اللي بتتكلم عليها اتحاد الاذاعه وهم الاثنين جهه واحده دي حطت ان المحطه كسبت 10 مليون وصوت القاهره قالت انها خسرت 2 مليون وانا التالت بتاعهم اللي المفروض ادفع الخساره. المحكمه ده احنا بنهزر والله العظيم، ده ده هزل يعني مش كده؟ فالمهم خلينا في الملكيه الفكريه. اللي بياخد مقتطفات، مجرد مقتطفات دي ما بنبصش لها الا لما بيكون بقى انت عايز يعني عايز لا يعني انا لو خدت دقيقتين انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضه في الجزئيه دي، لانه كان في احد الساده القانونيين اللي كان بيتكلم وقال الى ان في دقيقه تاخدها لو كان او 10% او حاجات كده، هذا لم يذكره القانون. انا لست رجل قانون بس المستشار العسال اتصل يوم بيا وقال لي كده. انا بقالي 40 سنه بشتغل لم ارى احافظ القانون لم ارى في القانون لو الاغنيه ساعه خد منها 5 دقائق ولا الاغنيه 5 دقائق خد منها نص دقيقه، مفيش في القانون حاجه كده. طيب بعيدا عن الحاجه الثانيه ان هو قال الحق التجاري ابدي، مفيش حاجه في الاغنيه اسمها حق ابدي. القانون في الماده 100 على ما اظن 171 في القانون حق المؤلف لأن الحماية تمتد لمدة 50 سنة من تاريخ النشر. 50 سنة. هو قال أدبي وهو أستاذ في القانون. أنا مستغرب. سنة. تصبح ملك في العام. ملك في العام. أنا بتكلم. حاجات أم كلثوم وفريد والحاجات دي. أنا أتصور. أنا بس أنا أتصور إن هو أفتى هذه الفتوى. لأنه مستشار لإحدى الشركات الخليجية التي سيطرت على الأفلام. وبموجب هذه الفتوى لو هو فتى العكس يا اما يسيبها يا اما الافلام ترجع لحضن المكتبة المصرية. ده احنا عايزينها ترجع لحضن المكتبة المصرية. فهي 50 سنة. 50 سنة. من تاريخ نشرها. احنا بقينا كم سنة يعني فيها. الافلام اللي كان بيتكلم عليها بتاعت الاستاذ محمد عبد الوهاب الوردة البيضاء اي حد هيستغلها فهي ملك عام. ملك عام. ملك عام. طيب. لان عدى عليها 50 سنة. نرجع تاني. أوكي. انا هتكلم على انا هنا في البرنامج وقناه الحدث. انت عندك انتاج قد كده وانا عندي برنامج مثلا هاخد مثلا جزء مثلا من ام كلثوم دقيقه دقيقه ونص، هاخد جزء مش عارف من فايزه، هاخد جزء من شاديه، حاجات كده دقيقه دقيقتين. هتيجي تدخلونا المحاكم؟ القانون بيقول هتدخلونا المحاكم يعني يا فندم؟ انا عن نفسي شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا مبدئي واسال كل الفنانين. انا مبدئي بدخل المحاكم علشان اتصالح، مش انا بدخل محاكم علشان احصل على حكم. يعني كان بيني وبين الفنان عمرو دياب فوق ال20 قضية. ال20 قضية دول كلهم اتلموا في قاعدة واحدة، لانه انا تعليمات للسادة المحامين عندي الى انه ما قال اي قضية فنية الى الصلح. انت مختلف معاه هتضطر لانك انت تلجا، ما هتلجا لمين؟ طيب بالنسبه للامثله اللي حضرتك بتقولها، المقتطفات طالما في برنامج اعلامي مش تجاري، اعلامي ايوه في القانون مسموح بيه علشان التحليل ايوه والمناقشه والدراسه،
لمدة قد ايه ممكن اخد؟ ما حددهاش قانون، انما مش حدد الهدف. اه قانون حدد، انما طالما بعمل تحليل مثلا، حتى اغنيه زي غواص في بحر النغم مثلا، البرنامج بتاعه زي غواص في بحر النغم، فخدت اغنيه تحللها، فدي للتحليل، للتحليل، فابحها قانون. ليه؟ لانك انت بتدرسها. خدت اغنيه علشان شرح او دراسه اكاديميه مثلا، كويس، حد الاغنيه بدلل بيها ان مثلا كنا بنتكلم عن الفلاحين مثلا، حد حضرتك مثلا، بس اصل الحاجات دي فيها خيط. كويس. كان زمان الاستاذ احمد شفيع ابو والد عزة ابو عوف، ده كان استاذ طبعا الموسيقى العربيه طبعا، فخد اغنيه عزيزه جلال وعملها شريط تحليلي، المقطع الفلاني من مقام كذا، والمقطع الفلاني من مقام كذا، لحد هنا حلو ومباح. فالطلب عايزه، الطلب عايزه الشريط، الشريط وزاعه ما فيهوش مشكله. فالطلب عايزه الشريط، فقام طبع لهم 5000 شريط، فدخل في القسم التجاري كده. دخل في القسم طبعًا التجاري طبعا. ادي الفرق، عشان كده بقول لحضرتك في خط رفيع بيفصل. وبالتالي لما تبقى في الماده بدلل بيها على موقف وطني او تحليل او دراسه علميه او اثبات مثلا ثقافه موسيقيه، فده مسموح بيه. بالظبط. مثلا اغنيه يا حبيبتي يا مصر بتاعتي، واختلف انت تقدر تقول في حق انا جاي لحضرتك اهو، وجاي واتحاد الاذاعه والتلفزيون، فاتحاد الاذاعه والتلفزيون خدها حطها على التليفونات فبقت تجاري. لا خلاص يا حبيبي، طب اعمل فيه ايه؟ لا 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 لا, لا, لا. ماشي. فاضطريت ارفع، فقال ده احنا ودي اغنيه قوميه ودي اغنيه. طب ما انا سايبك طول عمري، انا كلمتك بقى تشتغلها تجاري. هو انا كلمتك؟ ما انا ما كلمتكش طول عمري، سايبك وبتذاعها وانا مبسوط. ممكن تقول لي ظروف يا حبيبتي يا مصر دي؟ استاذ مصطفى الدمراني، استاذ بليغ حمدي، شادي والفنانه الكبيره الرائعه شادي، طبعا ظروفها كانت ايه؟ فاكر؟ شوف اول 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 بليغ بيحصل موقف، مش بس في الاغنيه دي، اول بليغ حمدي ما بيحصل موقف يحركه في الناحيه الوطنيه، ده تلاقيه بايت في الاستوديو، بايت في الاستوديو يعني. حتى في الفتره اللي عايز اقول بس للشباب اللي بيسمعنا، بليغ حمدي ده قيمه فنيه، موسيقار يعني، انا اسف مش عايز ابالغ، بيقف جنب كل عمالقه العالم في المزيكا، وربما يكون في العصر اللي كان فيه بليغ حمدي كان فيه قامات رياض الصنباطي وعبد الوهاب وناس كتيره جدا جدا، ربما ما خدش حقه قوي، انما الايام بتثبت انه قامه موسيقيه عاليه وما بتتكررش. يكفي انه لحن ام كلثوم عنده 21 سنه. اتفضل يا فندم. اخطر ملحني العصر هو بليغ حمدي. قول لي ظروف يا حبيبتي يا مصر بقى بسرعه عشان خلاص. حبيبتي يا مصر طبعا لما قبل بعد 67 حصل طبعا الظروف دي، بليغ فتح الاستوديو، مصطفى الدمراني كتب الاغنيه، نزل زميل مصطفى الدمراني الزميل الشاعر الكبير طبعا، وطبعا نزلت شاديه غنت الاغنيه، ده كسرت الدنيا زي ما عملت يا يلي من يلي من السويس ويلي يلي من البحيره يلي من وقالت اقوى بالزمن، اقوى بالزمن دي عملتها مع عمار الشريعي، دي انتاجي برضه. بس برضه كلمات مصطفى الدمراني. انا قلت للاستاذ مصطفى وانا معاه في الارض، قلت له انت كتبت الاغنيه دي ازاي؟ يا حبيبتي دايما بنلاقيك طفل صغير بنحبه، يعني شيء رائع جدا جدا. لا هو كمان يعني احساسه رهيب. طبعا حقيقه طبعا، يعني الحاجات طبعا دي ما بتطلعش الا منه طبعا، الاستاذ مصطفى الدمراني، ربنا يديله الصحه يا رب. انا في ختام وقتي انتهى يا فندم، وقت معاك بيجي بسرعه، وهقعد حضرتك ان شاء الله ان احنا نعمل حلقات تانية ان شاء الله نتكلم فيها بقى عن تكون انترتينمنت بقى، ما تكونش سياسيه وورق لا خلاص الكلام ده نتكلم بقى فيها عن ذكرياتك مع الفنانين كلهم ان شاء الله. انت شاهد على عصر من الغناء، وعصر من الغناء بيعكس تجربه مصر وقدره مصر وتطور مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ايه شهادتك للتاريخ عن الغناء والدولة المصرية، وكيف كان الرؤساء يتعاملون مع الأغنية المصرية؟ أنا الحقيقة بدق ناقوس الخطر، لأن احنا في فترة فيها مفترق طرق، الأغنية تعاني
يمكن انا اخر مش عايز اقول المنتجين اللي انا شايفه انه في انحدار شديد جدا في الانتاج واللي هو اسبابه شايف سحب البساط وبقى سهل جدا. مازال مازال جدا مازال جدا يعني في دول دلوقتي بتفتح مفهوم. مهرجانات كمل شهادتك عشان عايز اسالك عن المهرجانات. فانا بدق ناقوس الخطر اذا الدوله ما وقفتش جنب الاغنيه فهي الاغنيه في خطر. وهنا ما فيش اسباب اعنيها اكتر من اسباب وقوف الدوله المصريه بجانب الاغنيه. طيب المنتجين هل تستطيع انت او ابنائك ان تنتج لمطربي المهرجانات؟ انت دست على الجرح. شوف ابني محمد هو اول من تبنى حفلة محمد رمضان، وهو اللي اقنع محمد رمضان انه يطلع، وهو اللي عمل له الحفلة الكبيرة اللي عملها في التجمع الخامس. انا مش بقول انا يعني انا قلت له اعمل بس ارتقي. يعني انا عملت فاطمة عيد. لا فاطمة عيد انا عملت فاطمة عيد شعبي. فاطمة عيد شعبي شيء رائع. والفاطمة عيد معها مين؟ معها الابنودي الخال عبد الرحمن الابنودي. بس انا وقت انتهى. لو جالك فلان وفلان 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 الاسماء اللي انا ما بحبش اقولها بتاعت تنتج لهم زي ما كنت بتنتج، هرتقي بيهم. اصواتهم حلوه هرتقي بيهم وبالوضع الراهن هرتقي بيهم. ولو جنب